يحظى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي باهتمام خاص من قبل إدارة الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح في الاستعانة بخبير تشيكي وهو بروكيتش ليكون بمثابة المخزون الأول لمواهب جديدة تعرف طريقها للفريق الأول لكرة القدم. ويعد جيل مواليد 2006 واحدا من الفرق التي تنتظرها مستقبل باهر لما يملكه من عناصر مميزة نجحت في تصدر جدول بطولة الجمهورية برصيد 28 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة، ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وأحرز لاعبوه 31 هدفا بنسبة تصل إلى 2.8 هدف في كل مباراة. حقق فريق الأهلي مواليد 2006 بقيادة سامر عبد الرحمن كمدير فني ومساعده أحمد رؤوف حقق الفوز على فرق الشرقية للدخان والمحلة وإمبي والإسماعيلي والاتحاد السكندري وفيوتشر والإنتاج الحربي والمقصة وأخيرا المصري بخماسية. ونجح سامر عبد الرحمن ورؤوف في صناعة جيل جديد ورائع من المواهب المبشرة مثل شيبة وعمار وليد ويوسف الجندي والتوأم حسام وإبراهيم عادل. معنا اليوم في الأشبال التوأم حسام وإبراهيم عادل ليكشفا حكايتهما مع ناشئي الأهلي وماذا قال لهم موسيماني. أهلا بحضراتكم من جديد. التوأم حسام وإبراهيم تجربة ممكن تتكرر مرة أخرى في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية؟ ممكن. ضيوف النهاردة الشبه، الأسماء، اللعب، الموهبة، الحماس، حتى اللبس كمان جايين عشان يلخبطوني النهاردة في حالة النهاردة. برحب بضيوف النهاردة حسام وإبراهيم عادل. الأول بس يعني مين حسام ومين إبراهيم الأول عشان نبتدي الأول؟ حسام وإبراهيم. حسام نبتدي الأول من اليمين. اهلا، مشرف بحضرتك كابتن اسامه وشرف ليا كبير ان انا على قناه النادي الاهلي. واحنا بنرحب بيك النهارده ابراهيم. اهلا بحضرتك كابتن اسامه، وانا سعيد اليوم بتواجدي معاكم في قناه النادي الاهلي. قولوا لي بقى، عايزين نبتدي الحكايه من الاول. سبب التسميه النهارده حسام وابراهيم، مين اللي سماكوا؟ مين كان سبب النهارده لان يوم ما اتولدتوا قال لازم اسمي حسام ابراهيم؟ بص، هو احنا كنا اليوم ده الدكتور اللي سمانا، هو والدي انا اسميهم وسمانا حسام وابراهيم سعد. الدكتور اهلاوي؟ اهلاوي ومستشفى على اسم لاعب كره. كابتن حسام وكابتن ابراهيم. واحنا يعني الدكتور هو اللي قال الفكره دي وقال لنا اسميهم حسام وابراهيم. ابراهيم قول لي بقى، يعني مين اللي اتولد الاول، حسام ولا ابراهيم؟ طبعا حسام يعني اللي اتولد الاول. حسام هنا على يمين اتولد الاول. وانا اتولدت بعديه. يعني اتولدت بعديه بعد كام دقيقه؟ حوالي دقيقتين ثلاثة كده، حاجة زي كده. دقيقتين ثلاثة. وليه بس وانتوا نازلين النهاردة جايين الحلقة؟ يعني انتوا لابسين زي بعض. أنا ما حبيتوش تختلفوا شوية في اللبس ولا بتاع؟ لا، احنا اقترحنا إن احنا الاتنين نلبس زي بعض عشان كمان نكمل برضو كل حاجة زي بعض. انتوا بتلخبطونا وبتلخبطوا الجمهور. عايزين نبتدي بقى الحكاية من الأول. فكرة النادي الأهلي جت منين؟ وابتديتوا الأول في الشارع ولا رحتوا النادي الأهلي وانتوا صغيرين؟ الاول النشأة فين؟ انتوا من انهي منطقة؟ من زهراء مصر القديمة. مصر القديمة. كنت بتلعب كرة في الشارع؟ في مركز شباب النهضة. مركز شباب النهضة. طب مين اللي شافكوا وانتوا صغيرين ورشح لكم النادي الاهلي؟ او انتوا رحتوا ازاي، سمعتوا عن النادي الاهلي ازاي؟ بص، هو احنا كان نفسنا من صغرنا نلعب في النادي الاهلي. واحنا كنا سمعنا اللي فيه اختبارات عن طريق مدرب. فاحنا رحنا الاختبارات واتقابلنا احنا الاثنين الحمد لله. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي بالظبط 11 سنه. 11 سنه، كويس. ابراهيم رحتوا انتوا الاثنين مع بعض؟ لا، انا رحت قبليه بشويه، وبعد كده لما انا قابلت وكده رحت كلمت المدرب وهو جه بعديه. يعني رحت قبله بشويه؟ يعني انا متعود عليكم انتوا الاثنين كل حاجه بتعملوها مع بعض. لا، المره دي انا رحت اختبرت قبليه وبعد كام يوم بقى؟ لا، بفترة يعني بحوالي بشهر حاجة زي كده. شهر. وبعد كده هو جاي. ما خدتوش معاك ليه من الأول؟ هو النصيب. استكشف الأول وبعد كده تبلغه؟ الحمد لله يعني النصيب، والحمد لله اللي احنا يعني دخلنا النادي الأهلي احنا الاثنين. مين المدرب اللي خدك وأنت صغير بتلعب في مركز شباب النهضة وخدك النادي الأهلي؟ مدرب اسمه سيد سيكا. كابتن سيد سيكا. هو اللي شافك وخدك الأول؟ طيب، لما رحت النادي الأهلي هناك مين اللي استقبلك أول مدرب؟
في النادي الاهلي؟ كان كابتن جمال السيد وكابتن احمد جمال. جمال السيد وكابتن احمد جمال. وبعد ما قعدت شهر في النادي الاهلي بعد كده رحت واخد حسام معايا، قلت له تعالى بقى جرب. رحت كلمت المدرب عليه والمدرب فعلا نزل وجه معانا النادي. خدت معاك حسام. الحمد لله واتقابلنا احنا الاثنين ومضينا. اتقابلته من الاول على طول؟ يعني انا رحت كان يوم سبت. بعد كده دخلت معاهم في الفرقه، فجيت يوم الاثنين برضه كملت، راح قال لي طلب مني الورق ومضيت يوم الاربعاء. كويس قوي. عايز اعرف بقى المراكز بقى تلعب ايه يا حسام؟ بص انا كنت في اول الموسم بلعب سيرد باك. كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف راحوا موظفيني فيرويد. يعني انت الاول اول ما انضميت للنادي الاهلي توظفت مساك؟ سيرد باك. وبعد كده كابتن سامر السنه دي لعبت كام ماتش سيرد باك وسجلت كمان في وانا سيرد باك. وبعد كده كابتن سامر لعبني فيرويد. بعد كده السنه دي انت بتلعب فيرويد وبتسجل؟ لعبت اول ماتشين سجلت في الماتشين الحمد لله. كويس. حسام خلاص عرفنا ان هو مهاجم وبيلعب وبيسجل اهداف دلوقتي بعد المركز الجديد بتاع ابراهيم، بتلعب ايه؟ وانا برضو يعني بدات الموسم كديفندر 6 ولعبت، كان في اول ماتش ودي ليا مع كابتن سامر فانا ظهرت بشكل كويس في الماتش ده، فبعد كده راح وقف معايا وكلمني وقال لي انا عايز اوظفك في مكان تاني. فبعد كده جيت التمرين اللي بعديها لقيت نفسي صانع العاب. يعني لعبت ديفندر وصانع العاب. وحسام كان الاول مساك وبعد كده لعب مهاجم. وبتقدروا تجيدوا في الحتتين. الحمد لله. وبرده ماتش بيراميدز اللي هناك لعبني هاف والحمد لله سجلت هدف برده. ما شاء الله فرقه 2006 عندنا فرقه محترمه جدا ما شاء الله، وزعنا لكم هنا ماتشات كمان لسه هنتكلم عن اذاعه المباريات. قول لي بقى كابتن سامر لما بيدخل اوضه اللبس او اي مدير فني قبل كده وانتوا الاثنين بيتلخبط ما بينكم مين حسام ومين ابراهيم؟ ولا خلاص المدرب بيعرف يعلمكم من اول السنه؟ لا هو طبعا كابتن سامر دايما بيتلخبط فينا. يعني هو ساعات بيكون عايز يقول لابراهيم حاجه يروح نادى عليا انا يقول لي يا ابراهيم، فانا اقول له لا مش ابراهيم انا حسام، وبيروح نادى برده يكون عايز يقول لي انا حاجه يروح ايه متلخبط، فهو دايما بيتلخبط فينا. يعني دايما اللخبطه دي موجوده. دايما في المباريات وفي التمرين كمان وفي النصايح وفي كل حاجه. طب في البيت بقى؟ لا في البيت ما حدش بيتلخبط فينا، هم في البيت حفظونا خلاص. حفظونا فبيتلخبطش فينا عادي. مين الاهدى فيكم بقى؟ هو حسام. هو العقل المدبر والمفكر وبتاع. انت المندفع. طب قولوا لي بقى، احنا زعنا لكم السنه دي ماتشات على قناه الاهلي. ايه رايكم في التجربه؟ لا طبعا احنا كنا يعني فخورين قوي ان احنا وتشتنا بتتذاع على قناه النادي الاهلي والناس كلها بتتفرج علينا. وكنا فرحانين قوي ان احنا وكنا عايزين نبقى قد المسؤوليه ونقدم ماتش كويس ونفوز مباراه، والحمد لله كسبنا المباراه وكنا كويسين. كويس. ايه رايك في التجربه يا عم حسام؟ طبعا احنا يعني شرف لينا لقناه الاهلي تذاع لنا متوشه. ودي كانت يعني اول مره يتذاع لنا متوشه. دي اول، احنا زعلنا لكم السنه دي كانت اول مباراه كانت انبي. كانت انبي وفزتوا فيها 2-1. ايوه. فاحنا كنا فرحانين يعني وكنا على قد المسؤوليه. الحمد لله كسبنا الماتش ده 2-1. كابتن سامر بيقول لكم ايه دايما؟ يعني انا عرفت كمان انكم انتوا ما شاء الله انتوا الاثنين في منتخب مصر. الحمد لله. يعني مع كابتن محمد وهبه برده من المدربين المميزين جدا زمان انتوا في النادي الاهلي، برده ما شاء الله انتوا الاثنين في منتخب مصر. يعني كابتن سامر برده لما بيجي يكلمنا هو دايما هادي كده وبيتكلم معانا بهدوء وعلى طول بيشجعنا وبيقول لنا انا عايزكم اسمعوا بس الكلام وانتوا هتبقوا من اللعيبه الكويسه اللي هتكسروا الدنيا وبعد كذا سنه كمان هتتصعدوا الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى مين المدرب صاحب البصمه عليك او صاحب الفضل عليك من يوم ما دخلت القطاع؟ انت قلت لي دخلت وانت عندك 11 سنه. انت دلوقتي عندك كام سنه؟ يعني 15 15 وشهر واكمل 16 سنه. يعني بقى لكم حوالي تقريبا اربع سنين. اربع سنين خمس سنين. طيب قول لي بقى مين المدربين اللي مرنوك داخل القطاع؟ بص انا اول مدرب كان كابتن جمال السيد واحمد جمال. وبعديها كان الكابتن تامر حفني والكابتن محمد سعد. وبعديها بقى الكابتن سيد غريب والكابتن احمد صدي. مين اللي حط بصمه فيك وتعلمتها منه؟ يعني هو يعني يعتبر كابتن احمد صديق وكابتن سيد غريب. كابتن برده كابتن سامر برده كابتن احمد رؤوف ماشيين معانا حلو قوي السنه دي وهيضيفوا لنا حاجات كتير قوي وانا مستقبل ان هم هيضيفوا لنا حاجات حلوه السنه دي. وانت مين بقى ابراهيم؟ برده نفس الكلام؟ نفس المدربين برده اللي كانوا مدربوني يعني بداية كابتن جمال السيد وبعد كده كابتن تامر وبعد كده كابتن سيد والسنة دي مع كابتن سامر. كابتن سامر صاحب بصمة عليك. طبعا للشكر كله ان هو بيتعب معانا هو وكابتن احمد رؤوف
وعلى طول بيشجعنا وكل ماتش حتى احنا لما بنكسب وبنبقى عاملين ماتش كويس يروح كام واحد كده يروح مديهم مكافاه وعلى طول في التمرين حتى في التمرين بيشجعنا ساعات لينا يوم كده معين ينزل يلعب معانا هو وكابتن احمد رؤوف والتقسيمه بتبقى حاجه كويسه جدا. طب قولوا الو كده على الهوا. الو 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 لازم تعرفوا الصوت عشان لو ما تعرفتوش الصوت هتتعاقبوا في التمرين. الو يا كابتن اسامه. اهلا ازيك يا ابو الكباتن؟ كابتن سامر ده. كابتن سامر ايوه. لا خلاص عرفوك، تحياتي ليك يا كابتن سامر. الله يخليك يا كابتن، اخبارك كابتن اسامه؟ كله زي الفل. انت انا ببارك لك طبعا على الاداء ما شاء الله 2006 عندنا فريق مميز جدا، شغلك واضح كمان على اللعيبه في النتائج في المستوى الفني كمان يا كابتن سامر. ان شاء الله بنعمل حاجه كمان احسن الفتره اللي جايه باذن الله، ونقدر نطلع لعيبه تقدر تمثل الفريق الاول في اقرب فرصه باذن الله. ومعاك حسام وابراهيم اثنين ان شاء الله من المبشرين اللي هيكونوا ان شاء الله من الدعم الاساسي للنادي الاهلي قريب باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى يعني اهم ما بيميز حسام وابراهيم اثنين يعني التوأم، تجربه ممكن تتكرر مره اخرى في النادي الاهلي ما شاء الله، اثنين كمان زي ما بيلعبوا اساسيين في النادي الاهلي كمان موجودين في منتخب مصر، اهم ما يميز التوأم حسام وابراهيم؟ روحهم العاليه زيهم زي كتير من 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 لعيبه الفريق 2006، الفريق بيتميز بالروح العاليه. حسام وابراهيم يقدروا يلعبوا في كذا مركز، ولاد مبشرين طموحين عندهم طموح ان هم يعملوا حاجه لنفسهم وللنادي الاهلي والمنتخب مصر، وان شاء الله اتوقع لهم في اقرب فرصه ان احنا نشوف اثنين لعيبه مميزين جدا باذن الله. المراكز يا كابتن سامر، حسام كان بيقول لي بلعب مدافع، كابتن سامر وظفني في حته المهاجم، ايضا برضو ابراهيم بيقول لي كنت بلعب سته وسط ملعب مدافع، دلوقتي الكابتن سامر يعني صانع العاب، الرؤيه الفنيه بتاعتك في توظيف اللعيبه الاثنين دول. هي بتبقى ميزه لما يبقى عندك لعيبه يا كابتن اسامه قدراتهم وامكانياتهم تساعدهم ان هم يلعبوا في كذا مركز، طبعا هم كانوا قلقانين شويه في البدايه، لكن لظروف الفرقه وظروف ان انا شفت عندهم قدرات ان هم يقدروا يؤدوا في اكثر من مركز. يعني ابراهيم بيلعب سته وبيلعب ولعب معايا وينج ولعب 10، والماتش اللي فات لعب ثيرد باك، يعني ابراهيم لعب في كذا مكان، حسام كان بادئ ثيرد باك وطلعته 10 ممكن يلعب ستة وبقاله ثلاث ماتشات بيلعب مهاجم، فدي ميزه ان يبقى عندك لعيبه تقدر تأدي في كذا مركز، وبالذات لما يجيدوا المراكز كلها بنفس الاداء يعني والتكنيك، فمهم جدا انك من السن الصغير انك تعود اللعيبه اللي عندهم القدرات والامكانيات ويقدروا ينفذوا المطلوب في كذا مكان، انك تعودهم ما يبقوش عندهم رهبه من تغيير المراكز ويقدروا يؤدوا في كذا مكان، ودي هتفيدهم في المستقبل اكيد، وتفيد النادي ان هم يبقى اللعيب اللي بيقدر يؤدي في كذا مكان لعيب مميز ومطلوب يعني. اكيد. الاثنين النهارده جايين لي بنفس اللبسه يا كابتن سامر، جايين يلخبطوني، بتتلخبط برضه في الملعب؟ لا كنت بتلخبط دلوقتي خلاص ما معلمه. بس خلي بالك الاثنين قالوا لي النهارده وخاصه حسام بيقول لي الكابتن سامر بيدخل بين الشوطين عايز يديني تعليمات، اقول له يا كابتن انا حسام مش ابراهيم، يجي ابراهيم يقول له لا يا كابتن انا ابراهيم مش حسام. اكيد مع توأم بقى يا كابتن. نشكرك يا كابتن سامر شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، ما شاء الله مدرب محترم عامل شغل محترم جدا مع فريق 2006. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مع التوأم حسام ابراهيم. اهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحيه بحضراتكم وبضيوفي التوأم حسام ابراهيم. عايز اسالكم بقى عن الدراسه، اخبار الدراسه يا حسام؟ الحمد لله كله تمام، يعني احنا الاثنين ماشيين كويس في الدراسه. سنه كام دلوقتي؟ اولى سنه. قول لي بقى ابراهيم، مين اللي بيزوغ من المدرسه؟ لا لا ما يعني ما حصل، ما عملناش قبل كده. يعني ملتزمين في المدرسه وملتزمين في دراستكم؟ يعني بس ساعات كنا بنروح وبعد كده لما كنتش اروح اقول لهم لا الميس ما جاتش ونروح راجعين تاني. وتزوغوا. مين اللي بحرض التاني بقى؟ لا انا اللي علاوه ما تخافش، ما حدش سامعنا، مفيش غير احنا الثلاثه بس ومصر كلها. انا طبعا. انت اللي بتحرض حسام انه يزوغ المدرسه. طب قولوا لي بقى، السنه دي موسيماني جالكم القطاع وكانت زياره مهمه جدا، وزياره مهمه لمستر موسيماني انه يكون قريب من اللعيبه وقريب من المدربين. مستر موسيماني كان معاكم وكمان متصور معاكم في صوره، قال لكم ايه يا حسام؟ هو قال لنا انا اتفرجت عليكم وانتوا معانا على الهواء. بص معانا الزياره ودي كانت في اوضه المحاضرات
اه انا كنت ساعتها طلعت حتى اتكلمت معاه، اه فهو قال لنا انتوا قلت له ان شاء ايه؟ الله شغالين، قلت له يعني احنا عايزين نشوفك كتير، ايوه وتيجي تتفرج علينا اكتر واكتر يعني في الايام الجايه الماتش الجاي. هو قال لنا انا اتفرجت عليكم وانتوا عملتوا ماتش كويس وجبتوا جوان الحمد لله كان كله تمام. المباراه اللي اتفرج عليكم كانت الانتاج الحربي يا ابراهيم. اه كانت الانتاج الحربي وكسبناها 4-1 المباراه دي، وحسام كنا بدايه الشوط الثاني دخل فينا جون. اه احنا واخدين يعني كانت النتيجه 1-0 الانتاج الحربي الاول. اه بعد كده رحنا واخدين الكوره، اه واللعيبه كلها رجاله بصراحه شجعنا بعض وفضلنا مكملين على نفس الريتم اللي هو اللي احنا هنجيب، والحمد لله نسر عمار وليد برده من اللعيبه الكويسه ومعوض واللعيبه كلها، وجاب عمار جاب الجون الاولاني، بعد كده حسام جاب جون، بعد كده عمار برده حط جون، وبعد كده انا حطيت الهدف الرابع. يعني حسام وابراهيم سجلوا في المباراه دي. اه الحمد لله. طب تعالوا نشوف الصوره بتاعتكم بقى مع مستر موسيماني في الملعب. دي الصوره اللي كانت في ملعب 4 هناك بعد المباراه صح؟ اه صح. كنتوا سعداء ومبسوطين لما مستر موسيماني جالكم القطاع الناشئين؟ اه طبعا كنا سعداء قوي اللي احنا مستر بيتسو موسيماني جايين يتفرج علينا في المباراه ديت، برضو يعني واحد يعني احنا عايزين نطلع الفريق الاول، والفرقه كلها برضو رجاله وعايزين ان هي بعد سنه ولا سنتين تكون متواجده في الفريق الاول. وكان طبعا لما جه الماتش كنا كلنا رجاله وعملنا ماتش كويس الحمد لله. قال لكم ايه بقى على المستوى الشخصي حسام؟ مستر موسيماني ليك انت وابراهيم، قال لكم على المستوى الشخصي. هو قال انا اتفرجت عليكم وانتوا عملتوا ماتش كويس وكنتوا متاخرين، لكن انتوا سجلتوا اهداف انتوا الاثنين كويس وماشيين تمام يعني. هو يعني كنا ماشيين احنا في الماتش ده كويس قوي وعاملين ماتش كويس يعني في اليوم. نصحكم بايه؟ يعني اهم النصائح اللي قالكم مستر موسيماني لما كنتوا في الاجتماع وكنتوا لوحدكم. بس هو قال لنا ركزوا، ايوه ويعني انا حلمي ان انا اصعد منكم كتير يعني ان شاء الله في السنين الجايه هتلاقي ناس منكم متصاعده وهصعدكم للفريق الاول يعني ان شاء الله. شايف الصوره الجماعيه كلها؟ بص دي الصوره الجماعيه مستر موسيماني الكابتن خالد بيبو بروكيتش، صوره جماعيه خدتوها بعد المباراه اللي انتوا فزتوا فيها وكانت مباراه حلوه جدا. اه طبعا يعني على طول برضو في كل ماتش يا كابتن خالد بعد الماتش بيجمعنا كده وبيفضل يقول لنا هايلين وكويسين وعايزين نمشي على خطوه ثابته ما نرجعش، كسبنا ماتش خلاص اننا ننسى الماتش ده ونفكر في الماتش اللي بعده. هو كابتن خالد بيبو من اكتر الناس اللي بتدعمنا في النادي وعلى طول واقفه جنبينا وعلى طول بتشجعنا يعني. عايز اتكلم برضو عن بروكيتش المدير الفني معاكم في قطاع الناشئين، برضو عامل معاكم الشغل اكثر مره، وعايز اعرف بيعرفك ولا لا، هعرف ده كله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حسام كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مستر بروكيتش. مستر بروكيتش عامل شغل يعني كويس في القطاع، قول لي بقى هو بيكلمكم بينصحكم؟ طبعا مستر بروكيتش يعني حاجه جميله جدا، هو شغال معانا كويس وبينصحنا انا واخويا كتير. لا انت لعبه كويسه بس يعني عقله شويه في كده، وهو بيفضل يتكلم معانا كتير حتى بيقول لنا انتوا من افضل الناس في مصر وفي فريقكم وانا مستني منكم كتير يعني، وان شاء الله تفضلوا تتالقوا دايما، وبينصحنا كتير يعني حتى في التمارين. بنصحك بقى يا ابراهيم؟ لا انا دايما بيقول لي يعني انا من اللعيبه اللي في الملعب بجري كتير وكده، فهو بيفضل يكلمني يقول لي بعد الماتش يقول لي كويس ويقول لي على تحركاتك مثلا بعد الماتش، يروح محضر لنا في محاضرة كده اللعيبة كلها بينصحنا فيها، وبس لو عندنا حاجة نقصانا وحاجة حلوة وبيفضل يعني يزود لنا في التمارين كلها. دي أهدافكم معانا دلوقتي برضو بعض الأهداف، مين اللي أحرز الهدف ده؟ أنا اللي حرزت الهدف حسام في الإنتاج الحربي من نص الملعب. نص الملعب، هدف حلو قوي، رجليك ما شاء الله تقيلة إنك تشوطها من المكان ده وراحة في المقص، كمان هدف من الأهداف الحلو. إحنا كنا متعادلين الماتش ده 1-1 وحوالي الدقيقة 80 ولا 85. وانا كابتن قال لي شوطها، رامي الصديق قال لي شوطها، فانا شوطها، وكنت يعني كان في التمرين بتدرب عليها يعني في التمرين دايما بتعملها، بتدرب عليها وجبتها الحمد لله، وكان هدف يعني هو احسن هدف لي بالنسبه لي انا، ده احسن هدف لي. احنا شفنا هدف لحسام، يا ريت يا دكتور تجيب لنا هدف لابراهيم عشان ما يزعلش، هو موجود معانا برضه. عايز اعرف برضه، طيب لحقنا على طول، ده الهدف مين اللي احرزه ده؟ انا ده. ده ابراهيم ده السنة دي ده صح؟ اه ده السنة دي، ده في غزل المحلة. كنا خسرين 1-0 في الماتش ده في الشوط الأولاني. وفضلنا نلعب نفس اللعب بتاعنا والتحركات بتاعتنا، وده كان الجون التعادل بتاعي يعني. وكسبتوا المباراة دي؟ اه كسبنا 5-1 ساعتها. انتوا ما شاء الله السنة دي ماشيين حلو قوي في الدوري.
مش يعني كسبتوا ما شاء الله ماشيين بشكل كويس في الدوري ده، لعبتوا كم مباراه في الدوري؟ لعبنا لغايه دلوقتي 11. 11 احنا عندنا ماتش بقى. احنا لعبنا 11 الحمد لله كسبنا، والاول على الدوري كسبتوا 9. تعادلتوا مباراه، خسرتوا مباراه واحده. بس خسرنا مباراه واحده، واحنا الحمد لله الاول على الدوري، كمان احنا يعني مفارقين. يعني احنا ورانا بس المقاولين، غير باقي الفرق يعني احنا مفارقينها بكتير. تمام. المباراه الاصعب السنه دي في الدوري، في ال11 مباراه اللي انتوا لعبتوها كسبتوا 9، تعادلتوا مباراه، خسرتوا مباراه واحده، المباراه اللي كانت اصعب في التسعه. ده طبعا كل المنافسين كانوا صعبين، وطبعا احنا كل ماتش لازم نخش الماتش ان دي فرقه كويسه، فخش الماتش فكل الماتش كانت بتبقى كويسه الحمد لله، واحنا بنعرف نادي يعني. وكان برده ماتش انبي كان ماتش كويس، كان متذاع وكسبناه الحمد لله. عايز اروح برده للدوري، دوري السنه دي ما شاء الله حلو، وانتم ما شاء الله فرقه 2006، كابتن سامر عامل معاكم شغل حلو قوي. زي ما قال لنا مباراه انبي، المباراه الثانيه الصعبه اللي انتوا كانت عندكم السنه دي في مشوار الدوري. بص يعني هي المنتشره كلها صعبه والله. دي بعض اللقطات وبعض الاهداف. فالمنتشره كلها كانت صعبه، بس الحمد لله احنا قدرنا نكسب. واعتقد ماتش فيوتشر. مباراه ايه؟ فيوتشر. مباراه فيوتشر دي اللي كانت مباراه صعبه. بعد انبي يعني. بس هو انبي الماتش الصعب الوحيد. كويس. مين بقى بتتفرجوا على الفريق الاول بالنادي الاهلي؟ طبعا. مين اللي بيعجبك من لعيبه الفريق الاول؟ يعني انا بحب كابتن عمرو السوليه، لان هو يعني في نص الملعب كده حاجه جامده جدا. والكابتن قفشه. كابتن قفشه الاثنين. يعني برده قفشه على طول، كابتن قفشه على طول لما بينزل مباراه بيغير ادائها تماما. اكتر لعيب بيعجبك وبتحبه في النادي الاهلي؟ كابتن قفشه وكابتن عمرو السوليه. وعمرو السوليه. طيب قولوا لي بقى، المباريات الاهلي خاصه مباراه الاهلي والزمالك بتتفرجوا مع بعض ازاي، ولا بتكونوا موجودين مع بعض، ولا كل واحد في؟ لا احنا بنتفرج على مع بعض، بس مش في البيت، بنتفرج تحت في الكافيه يعني. وبنتفرج على الماتش يعني مع بعض، عشان ده بيبقى يعني الاهلي والزمالك، فبيبقى ديربي خاص خالص غير كل المنتشر. المباراه اللي فاتت، مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت فوز الاهلي 5، شفتوها مع بعض فين بقى، وشعوركم ايه والنادي الاهلي كسبان 5؟ يعني دي برضو اتفرجتها، كنت انا واصحابي برضو اتفرجنا في كافيه. كنا يعني الماتش ده ماتش كان كويس جدا، واحنا كنا مستنيين الماتش ده. والحمد لله لما كنا فرحانين جدا، كان كل هدف بيجي كنا كلنا بنقوم نعمل، نفضل نتنطط، ويعني كنا فرحانين بكل الاهداف اللي دخلت فينا اللي جبناها الحمد لله. طب شفتوا ماتش بتاع قفشه بتاع القضيه، ممكن بتاع الاهلي والزمالك نهائي افريقيا؟ شفناه. شفناه عند الكابتن سيد معوض. عند الكابتن سيد معوض مع عمر ابنه، عشان موجود معاكم في الفرقه. هو صاحبنا، يعتبر اقرب صاحب لينا، فاحنا شفنا الماتش ده عند الكابتن سيد معاه. شعوركم بقى لما رحتوا منتخب مصر، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله ضميتوا للنادي الاهلي مع بعض، انتوا الاثنين بتلعبوا في النادي الاهلي من العناصر الاساسيه، برضو انتوا الاثنين بتنضموا في نفس الوقت في منتخب مصر. يعني الحمد لله احنا انضمينا مع كابتن مؤمن سليمان، برضو هو اول تجمع كان مع كابتن مؤمن سليمان، وفضلنا ماشيين احنا الاثنين. لعب هناك في المنتخب، اتغير مراكزنا يعني انا رجعت لعبت ثيرد باك برضو، وغير مراكزنا. وبعد كده جه برضو كابتن محمد وهبه، لعبنا في ماتش، اول ماتش يود ليا كان مع كابتن محمد وهبه، لعبت برضو باك يمين، وبعد كده ديفندر ومساك. نفسك تلعب في منتخب مصر؟ طبعا، حلمي ان انا امثل مصر والنادي الاهلي. تسمعوا طبعا عن النجمين الكبار التوأم الكره المصريه اللي انتوا اتسميتوا عليهم، كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. طبعا يعني ما فيش حد ما يعرفش الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. طبعا يعني من احسن اللعبة اللي جت في تاريخ مصر كله. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. طموحك ايه يا حسام مع النادي الاهلي؟ نفسك في ايه؟ يعني تحقق ايه مع النادي الاهلي في المستقبل؟ يعني ان شاء الله احقق افريقيا، ونحقق ان شاء الله كاس عالم انديه. ان شاء الله يعني. نفسك تلعب فريق اول في النادي الاهلي؟ طبعا، نفسي العب فريق اول في النادي الاهلي يعني، وامثل النادي الاهلي. وانت يا ابراهيم؟ برضه يعني نفسي ناخد كاس العالم للانديه اول حاجه، لان دي البطوله الوحيده اللي غايبه عن النادي الاهلي. يمكن كل البطولات الاهلي داخلها واخدها، يعني هي البطوله ديت ودوري ابطال افريقيا. ده هنعرضها ان شاء الله في الاخر، لقطه الهدف بتاع 2005. لكن يعني بكده وصلنا نهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيوفي اللي يعني بتمنى لهم كل التوفيق، توأم الكره المصريه اللي ان شاء الله يقدروا يحققوا نجاحات مرة أخرى في النادي الأهلي والكرة المصرية، ويكرر تاني تجربة التوأم، إنهم قادرين، لعيبة مميزة، عندهم الروح، عندهم العزيمة.
عايز توجه رساله؟ اوجه رساله بس للجهاز بتاعنا، ان كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف وكابتن فتوح ودكتور احمد جاب الله وكابتن عمار وكابتن نحله وطبعا زمالي كلهم اللعيبه، يعني عمر سيد معوض واحمد رضا وشهاب، ومش عايز انسى حد بس، يوسف اسلام وعبد الله والجندي وهشام وعمار ومحمد شريف وكل اللعيبه يعني، وامير علاء طبعا ربنا يرجعونا بالسلامه ان شاء الله، وكل لعيبه الفرقه لان هم لعيبه رجاله. امير علاء برضو لعيب مميز جدا، الباك ليفت بتاعكم اتمنى له ان شاء الله الشفاء بعد الاصابه. قول لي بقى حسام، عايز توجه رساله لحد؟ اوجه رساله للكابتن سامر واشكره يعني، وكابتن احمد رؤوف ودكتور وكابتن فتوح ودكتور احمد جاب الله وكابتن نحله وعم ابراهيم طبعا وعماد والزمايل. احب اوجه رساله لمعوض واحمد رضا وشهاب وعمار ومامادو وعبدين ويوسف الجندي ويوسف اسلام وعلي، زمالي كلنا عشان ما ننساش حد. واحنا عبد الرحمن هشام، واحنا بنوجه لهم التحيه برضو فرقه 2006 من هنا، وانا بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. بشكرك يا حسام، شكرا جزيلا. شكرا لك يا كابتن، انا شرف ليا ان انا اطلع على قناه الاهلي، وانا كان حلمي ان انا العب في الاهلي واطلع على قناه الاهلي الحمد لله. ان شاء الله نستضيفك في النادي الاهلي وقناه الاهلي وانت نجم كبير وبتلعب في الدرجه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتنا يا ابراهيم. شرف كبير ليا يا كابتن ان انا اكون متواجد اليوم مع حضرتك في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله ابقى حاجه كويسه في النادي الاهلي واوصل الفريق الاول ابقى نجم. ان شاء الله وانتم قادرين ان شاء الله في يوم من الايام تحققوا التجربه مره ثانيه وتكونوا موجودين في النادي الاهلي ومنتخب مصر. بشكر ضيوف النهارده التوأم حسام وابراهيم عادل، بشكرهم شكرا جزيلا. لكن قبل ما اختم حلقتنا النهارده عايز اقف عند لقطه هدف فريق 2005، وانا كنت بستعرض الاهداف مع فريق 2005. ده الهدف احرزه اللاعب او المدافع معتز محمد. معتز محمد ده من اللعيبه الجيده جدا، وكمان هو هداف الفريق بالرغم انه مدافع. بعد ما احرز الهدف، واحنا هنا دورنا ان احنا نعلم اللاعب، خلع تيشيرت الاهلي ورماه في الارض. السلوك ده سلوك مش كويس، السلوك احنا انا ما احبش ان انا اشوفه. هو طبعا الهدف احرزه في الدقيقه الثانيه في الوقت بدل الضائع، كانت المباراه ممكن تضيع. لكن دايما لاعب النادي الاهلي سلوكه بيكون حتى في كل الظروف سلوك ممتاز جدا، خاصه ان بقول لحضراتكم معتز محمد ده من اللعيبه المبشره، اللعيبه اللي ان شاء الله قريبا تكون موجوده في الفريق الاول، وكمان بالرغم ان هو مدافع فهو هداف فريقه. السلوك ده ان شاء الله نتمنى ما نشوفوش في كل الملاعب وايضا في كل فرق قطاعنا، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده مع التوأم حسام وابراهيم، واشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشباك.